أصبحنا وأصبح الملك لله. جمعة مباركة طيبة للجميع. مشاهدينا الأفاضل، أهلا بكم جميعا إلى برنامج هذا الصباح الذي يأتيكم من الإخبارية الجزائرية للتلفزيون الجزائري وتتابعون فيه اليوم. البداية سنقف عند دور الأندية العلمية في تنمية المهارات الفكرية والثقافية وحتى النفسية لشبابنا من خلال معارض وورشات علمية، كما هو الشأن في دورات الروبوت التعليمي والذكاء الاصطناعي التي يشرف عليها مركز تطوير أنشطة الترفيه العلمي بولاد فايد. ستكون لنا أيضا وقفة عند مشاركة المرأة في الانتخابات التشريعية، ما المكاسب التي تعزز تواجدها في المشهد السياسي وما هي التحديات أمام المشاركة القوية في هذا الموعد الانتخابي. عن المؤسسات الناشئة وقفة عند مؤسسة متخصصة في تصليح وصيانة السيارات، تقدم أيضا التكوين والتدريب والدعم للشباب المتخرج حديثا وأيضا فرص لمناصب شغل دائمة. نختم في الأخير برنامج هذا الصباح بالأيادي البيضاء التي تسعى دائما لمساندة الشعب الفلسطيني ودعم قطاع غزة النازف من خلال نشاط جمعية الأيادي البيضاء التي لها بصمة أيضا في كل ربوع الوطن وخارجها. الحصاد الثقافي حاضرنا اليوم في برنامجنا، أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل كل هذه المحاور. أهلا بكم مجددا. إذن مشاهدينا الأفاضل، المستهل بدور الأندية العلمية أقول في تنمية المهارات الفكرية والثقافية وحتى النفسية لشبابنا، نتابع هذا الروبورتاج الذي عادته الزميلة آية دحو حول التكوين في الروبوتيك العلمي، ثم نعود لمناقشة التفاصيل. الروبوت التعليمي، عند سماعنا لهذا المصطلح يخيل لنا أنه جهاز آلي يقوم بتنفيذ الأوامر، إلا أن الغوص في المعنى الدقيق للكلمة يشير إلى نظام تحكم رقمي يمكن برمجته لتنفيذ مهام متنوعة. وقصد تعميم روح الابتكار والاختراع، دورات تكوينية في أساسية البرمجة الآلية بدار الشباب ولاد فايد. هدفنا تربوي حتى نستطيع لنقدم للجيل القادم أدوات ليقدروا يواجهوا بهم العالم الجديد. الأدوات هما أدوات تربوية وبيداغوجية، حيث يستطيع الطفل تركيب روبوت تاعه من الصفر إلى النهاية. التربص فيه ثلاث قطع، فيه تركيب وهو عن طريق لعبة الويدو، وفيه جهاز الكمبيوتر، وفيه الاتصال ما بين الاثنين. الدورات التكوينية موجهة لمختلف الشرائح العمرية من أطفال وشباب وأساتذة مكونين. كي دخلنا التربص لهنايا شفنا لي ليغو، ماشي غير انا كاع، كنا دايرين في بالنا بلي لي ليغو شغل العفايس سامبل، العفايس تاع دراري صغار، عفايس استحقرناها باللغة العربية كما نقولوا. ابري دوكا مور ما درنا لا فورماسيون هذه وشرح لنا الاستاذ، فقنا باللي لو كان ماشي هاد الحاجات القاعديه هذوما ما تقدريش تافونسي في لا بروغراماسيون. الفرق اللي فتح لنا هذا التربص هو في رايي انه نجم كيما نتواصلوا ونتعاملوا مع الاطفال الصغار ونعلموهم كيما يتعاملوا مع التكنولوجيات الحديثه. كما راكم تشوفوا بدينا نتعلموا حنا شخصيا كيما نبنيو روبوت وكيف ما نمشي الروبوت. مديرية شباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر تدعم هذا النشاط على مستوى المؤسسات الشبانية اللي موجودة بولاية الجزائر. هذا النشاط سيكون مجاني مفتوح لجميع الفئات، لجميع الأشخاص المهتمة بهذا النشاط. الدورة كانوا استفادوا منها منشطين وإطارات بالمؤسسات الشبانية اللي هما حينقلوا الخبرة اللي تعلموها في هذه الدورة بإذن الله إلى الميدان، إلى المؤسسات الشبانية. المؤسسات التي استفادت من هذه الدورة هي دار شباب مازافرون، دار شباب شراربة، دار شباب بنطلحة، دار شباب المحمدية،
المركز الثقافي حسين داي، المركز الثقافي المقرية، دار شباب بجراح. في انتظار ان شاء الله واكيد هنا يعني من دار شباب ولاد فايت اثنان. تربص روبوتيك التعليمي يكون تربوي، نحبذ للطفل التعلم باللعب، باللعب في مجال الروبوتيك. ونحن نعلم ايضا الكبار لهم شطر خاص، ايضا الشباب، بما ان الشباب ايضا يواكب المناهج العلمية الحديثة خاصة الروبوتيك والذكاء الاصطناعي الذي يعني تقدم الدول المتقدمة في تطور مستمر. نحن ايضا في الجزائر نسعى دائما في رابطة العلمية للشباب الهواة لتطوير هذه الأنشطة. في عالم تتسارع فيه وتيرة التغيير، وجب الاهتمام بالتكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي. إذا هي إذا نشاطات فكرية ثقافية مهمة تساهم في تنمية قدرات شبابنا. نتعرف على المزيد من التفاصيل بعد فاصل ضيف الصباح. إذن ضيفي في الاستوديو سادة الأكارم هو السيد عبد المطلب بروينة، مدير مركز تطوير الأنشطة العلمية. سيد بروينة صباح الخير، شكرا لك على تلبية الدعوة. إذن سعد الله صباحكم. هذا الجو كله يوحي بأن الفكر والإبداع سيكون حاضر في هذه الصبيحة إن شاء الله. إن شاء الله. سيد بروينة، بداية نتعرف وإياك عن شخصك الكريم وعن هذا المركز الذي تشرف عليه وأبرز أهدافه. إذا راح نقول بروينة عبد المطلب، اليوم تجربة مع المجموعة كاملة على كل حال لسنوات عديدة في مجال التنشيط العلمي، الكلمة التقنية والأكثر حداثة ثقافة العلم. ثقافة العلم في المجتمع تمر عبر العديد من الممارسات في الحياة اليومية. اهتمامنا الأساسي كان لسنوات عديدة في هذا المجال. لما نقول ثقافة العلم نفهم المعرض العلمي، نفهم النادي العلمي، نفهم الملتقى العلمي، نفهم لقاء المختص العلمي، نفهم المقهى العلمي، نفهم المحاضرة العلمية. معناه العديد من التقنيات والوسائل التي تدعم فكرة ثقافة العلم، تبسيط العلوم، اللعب بالعلوم، التسلية، التثقيف عبر العلوم. هذه كلها مصطلحات تفي بالغرض لنقول أنها سبب في تطوير المجتمع، سبب في نشر ثقافة العلم، ثقافة الحوار، ثقافة وضع العقل في المقدمة، إحكام العقل. هذه كلها تبدأ منذ سن معين، ممكن نقول سن معين في سن طفولة، الممارسة لما يكون طفل صغير، البيئة المحيطة به لما تكون علمية، كتاب، قصة، تجربة، روبوت، لعبة، كذا، كلها تساهم في هذا البناء. نتحدث عن هذا الشيء يدفعنا إلى ما يسمى بالتسلية، الترفيه، معناه تحبيب الطفل في سن معين يدفعه إلى التفكير علميا مستقبلا بقوة. وهذا الاختلاف الذي حصل بيننا وبين المجتمعات الأخرى. اليوم الناس تتحدث على التقدم، في النهاية هي البيئة التي تحيط بالمجتمع في سن معين، تبدأ عند الأطفال في الأسرة، في النادي، في المدرسة، في كذا، كلها تساهم في التأصيل، غرس حب العلم والتأصيل لثقافة العلم. وهذه ممارسات صراحة فارق كبير بين الذي يمارس لسنوات طويلة والذي لا يمارس، فرق كبير كذلك بين الذي ينخرط والذي لا ينخرط. اليوم نبحث على مواطنة، نبحث على انتماء للوطن، نبحث على حب الوطن في أشياء ربما أولها إحكام العقل. نعم. لما نحكم العقل نستطيع أن نفهم لماذا نحن موجودون في هذا الوطن، ولا أو كيف نحب هذا الوطن. نحبه من خلال الإنجاز، نحبه من خلال الشعور بالانتماء، شعور بالانتماء إنجاز في النهاية، لأن ذاتي لما تسأليني على ذاتي أنا إذا لم أنجز لا أشعر أنني، إذا هذا الذي ينجز هو الذي يشعر بهذه الأشياء. والروبوت جزء فقط من كل ما نقوم به في المركز. دعنا نفصل قليلا في هذا المركز أو النادي، إمكانياته المتوفرة.
إذن المركز راح نقول هو إسناد كلي لتسيير، هو برنامج، هو دعينا نقول هو معناه الإسناد الكلي هذا صدر في 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 قوانين ومراسيم لوزارة الشباب والرياضة. نعم. الإسناد الكلي لرابطة ولا لجمعية ولا كذا لتسيير مؤسسات الشباب فيه فهمين. فيه الفهم هذا الذي فيه تخوف من إطارات الشباب على أساس أنها المؤسسات تاعهم تذهب إلى، حتى نوضح الفهم لأنه فيه ناس كثير تابعنا اليوم، على ذهاب هذه المؤسسات للمجتمع المدني. نقول أنا يا عندي فهم آخر، هو أنه إسناد هذه المؤسسات التي لم نجد لها إطار قانوني أو التي هي مهملة بالتقريب كذا، إسنادها لجمعيات أثبتت وجودها في الساحة وهي كثيرة جدا، خاصة في الآونة الأخيرة توجد جمعيات شبانية خاصة الشباب الصغير هذا قوية لدرجة أنها معناها أبهرت الكثيرين في الإبداع، في العلوم، في البيئة، في التعليم، في التكوين، في الشركات الناشئة كذا. كاين حركية قوية في المجتمع خاصة في السنوات الأخيرة لإثبات الذات من خلال الجمعيات. معناها مرونة قانون الجمعيات جعل الناس تذهب أكثر لتسيير أفكارها من خلال الجمعيات قبل الشركة أو قبل المؤسسة الخاصة، خاصة الشباب الصغير. إذن اليوم الإسناد تاعها جاء في وقته، إسناد هيكل كامل لتسيير يسير من طرف جمعية متابع من طرف القطاع سواء شبيبة ولا أي قطاع آخر الذي يريد ذلك. راح نقول ملء الفراغ بما يناسب. اليوم هذه الجمعيات إذا دخلت، خاصة إذا تم اختيارها ودخلت هذه المؤسسات، ستكون إضافة قوية. هذا الفهم، أنا الفهم الأول بحكم التجربة. المركز هذا عنده 3 سنوات، فيه عام الكورونا كان شوية راح نقول أثرت على الجميع، أثرت على الجميع، خلات أننا في المنحنى التصاعدي هذا يبقى حتى لا نقول نزل، لكن بقي في مستوى واحد، والانطلاقة في العام الثالث هذا السنة. كان فيه اهتمام كبير من طرف السلطات على أساس أنه نموذج، على أساس أنه كذا، وفعلا هذا ما دفع إرادة المؤطرين والمشرفين على أن تكون قوة في الأداء، لأنه في النهاية الناس تنتظر منك مسؤولية كبيرة. أنت تتحدث اليوم في هذا الصباح، تتحدث وتنشر وربما روبورتاجات وكذا، هذا يدفع الناس إلى التساؤل حول المركز، حول ماهيته. معناه لما يجي يجد الصورة تشبه الحقيقة. صحيح. وهذا الذي يدفعنا في كل مرة إلى العمل، كل فريق العمل. فيه 3 طوابق، فيه الطابق الأرضي ما يسمى بدار للعلوم. دار العلوم هي الأنشطة العلمية المباشرة التي ينخرط فيها الشباب والأطفال وكذا، من سن 9 سنوات، من 7 سنوات حتى 99 سنة، حتى 100 سنة. معناه الانخراط مفتوح للجميع، فيه من يجد ضالته في كتاب، فيه من يجد ضالته في ورشة، فيه كذا. هذا في الطابق الأرضي، والعديد من الورشات العلمية من علم الفلك للبيئة، للتربية البيئية، للرياضيات المسلية، للجيولوجيا المسلية. لما نقول مسلية معناه تبسيطها، الجيولوجيا لما نفهمه كاختصاص علوم الأرض وكذا صعب جدا لما يسمعوني المهندسين في كذا، لكن تبسيطه من خلال بعض التجارب الراقية هكذا بوسائل بسيطة جدا. هذا هو الهدف، لأنه في النهاية الطفل لما يذهب للبيت يستطيع أن يفسر لأبوه مكونات الأرض من خلال شغل يدوي بسيط جدا، أو طبقات الأرض، أو الزلازل، يصنع الجهاز قياس الزلازل مثلا أو كذا بالكرتون فقط وكذا. هذه لماذا الجيولوجيا المسلية مثلا، والرياضيات المسلية فيها المكعب السحري، فيها السربان، فيها كذا، فيها الألعاب الرياضية، فيها كذا. هذه بالنسبة لمجال الرياضيات، لعب الرياضيات أو الرياضيات أبسط مما تتصورون. مثلا في اللغات الإنجليزي اخترناها على أساس أنها اللغة الأكثر ربما تداولا، حتى لا نقول أكثر رقيا، صراحة اليوم هو كاين خلط أكثر تداولا في العالم فقط. اللي حب يرقي اللغة تاعه سهل جدا. صحيح. يرقيها من خلال الأداء، من خلال المعارف، من خلال كذا، وتصبح راقية صراحة. استعملنا الإنجليزي على أساس أنه كل ربما المعارف العالمية موجودة بالإنجليزي. فيه كذلك المكتبة العلمية، فيه كذا. هذا في الطابق الأرضي. في الطابق الأول موجود ما يسمى بالمخابر العلمية أو المشروع العلمي أو بداية الشركة الناشئة، مفتوح للجامعيين، مفتوح للأطفال، لكن مفتوح للجامعيين، كل من لديه مشروع فكرة علمي أو فكرة إبداعية علمية يريد أن يجربها، نعطيه البطاقة التقنية، يملأ الاستمارة، نوافق كلجنة علمية على المشروع، يدخل نموله. عندنا طريقتين في التمويل، عندنا التمويل الكلي الذي يعطينا الحق في كسب المشروع وحق الإبداع
الإبداع وحق الملكية الفكرية تعود لصاحبه. نعم. وعندنا نصف التمويل 50%، معناه أنه يجيب التمويل كله، يستعمل المرافق ويستعمل الإطارات ويستعمل يستعملنا في التوجيه لإنجاح مشروعه. نعم. هذا القالب الثاني، وسريع الأداء صراحة، ما نطلب ولا شيء، نطلب هذا الانفتاح الذي يأتي من خلاله الشاب ويبدأ في الانشغال. بالنسبة للجامعين كان عندنا مشروع ولا مشروعين في السنة الأولى، جامعة باب زوار، جامعة المتعددة التقنيات بالحراش، بوليتاك. نعم. معناه فيه تقارب كبير وفيه معرض إن شاء الله سأحدثك عنه ربما في 5 جوان في قصر الثقافة ودعوة لإبداعات الشباب الجامعي، قمة سنشرف عليه. نادي إبداعي في المدرسة المتعددة التقنيات، هم الذي نحن نشرف ماديا وكذا، وهم من يشرفنا في الجانب العلمي. نعم. من خلال معارض الشباب وإنجازاتهم. نعم. وإبداعاتهم وكذا. هذا سيكون إن شاء الله في قصر الثقافة لاحقا في 5 جوان إن شاء الله. راح نقول، والطابق الأول هذا مفتوح، والطابق الأخير هو عبارة عن سطح. نعم. هو لمشروع بيداغوجي سميناه المرصد الفلكي البيداغوجي. لماذا مرصد فلكي بيداغوجي؟ ببساطة لأن الجو لا يلائم في العاصمة للرصد الفلكي، مع ما يوجد من ملوثات وبيئة والأضواء كثيرة في العاصمة وكذا. نعم. لا يسمح. البيداغوجية تسمح باللي الطفل أو الشاب أو العائلة تقترب مما يحدث في المراصد الفلكية الكبرى في العالم. تقترب محاكاة حقيقية بالتقريب، فيه تلسكوب ليس بالتلسكوبات القوية في العالم، لكن فيه تلسكوب لا بأس، يجمع بين المختصين والهواة، وفيه قبة فلكية وفيه مكتب الفلكي وفيه كذا، معناه ندخلوا العائلة ولا الطفل ولا كذا في جو الفضاء من خلال هذا الشكل العام، هذا الأداء. عطلتنا، درنا مكتب دراسات على أساس أننا السطح سنضيف له بناية صغيرة، إذن فيه دراسات تقنية هندسية. هذا عموم المركز، إمكانيات المركز، وفيه العديد. نعم. من الإمكانيات الداخلية، وفيه العديد من المشاريع. أنت تنتقل داخل المركز من مشروع لآخر، إلى آخر، حتى تدخل الورشة تاعك حسب المتطلبات وحسب تحقيق الأهداف أيضا. أحسنتي، وهذا استمرارية. سيد دروينا، عذرا على المقطعة، يعني أبرز النشاطات المقدمة للشباب، معارض كما ذكرت، ملتقيات، مقاهي علمية، دورات وورشات تكوينية كهاته التي تابعناها في الروبورتاج حول الروبوت التعليمي والذكاء الاصطناعي، حدثنا قليلا عن تفاصيلها. الورشات هي قوتنا صراحة، لأنه في النهاية لما تقولي للورشة العلمية التي ينخرط فيها الطفل لمدة عام أو 3 أشهر أو 4 أشهر تتطلب عمليات موازية. تقولي ما هي العمليات الموازية؟ نقولك هي التكوينات السريعة هذه، أو التكوينات أو الدورات أو المحاضرات أو اللقاءات، هي دعم، هي تأتي كدعم، وهي راح نقول خلي هي المحرك، هي المحرك، لأنه دورة روبوتيك ينتج عنها مجموعة من دورة روبوتيك اللي فيها مجموعة إطارات شبيبة ورياضة، وفيها مجموعة من المنشطين اللي راح يمشيوا للنوادي تاعها غدا حتى يؤسسوا مجموعة النوادي العلمية. هذا الدفع قوي للنشاط في المؤسسات، هذا يخلي المركز يفكر في كل لحظة لتحسين الأداء، وهذا تحسين الأداء هو قوة في النهاية. لهذا نقول للناس يلا في الحركة بركة، ها الأصل في الحركة بركة، في كل حركة تقوم بها تدفعك لحركات أخرى أقوى أو تفكير أقوى. نعم. هي مجموع الأخطاء التي تصححها، هي مجموع الأفكار التي تغيرها، هي مجموع المعارف التي تجددها في كل لحظة. صحيح. واليوم رانا في قرية صغيرة، راح نقول المعارف تتجدد في كل لحظة، في الثانية اللي راني معك في العالم ملايين الاختراعات، ملايين الإبداعات، ملايين الأفكار، نكاد نقول في كل فكرة نفكر فيها فيه ملايين من البشر يفكر فيها. إذن سيد روينا، يعني المواطنة العلمية كما ذكرت لي في الكواليس هي مواطنة الممارسة، حدثني قليلا عن المعرض أو التظاهرة التي أسميتموها أريد أن أصبح عالما. أحسنتي، والله ذكاء، هذا خارق هذا. لأن علاش في المتاهات هذه، في المتاهات تاع الحديث في 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 برنامج تلفزيوني تفقد العديد من الحلقات، وهذا ربط قوي. نحاول في كل مرة كهيئة للتسيير أننا نجدد بالفكر الإبداعي. نستطيع أن نقول معرض علمي للأطفال، نستطيع أن نقول معرض علمي إبداعات الأطفال مثلا كذا، لكن لما نقول أريد أن أصبح عالما، دعيني نقول أرسل هذه الجملة للجمهور لو يستمع، أريد أن أصبح عالما، ما معناه؟ معناه دفع الطفل إلى الحلم وإلى أبعد نقطة في حلمه. أريد أن أصبح عالما في اختصاصات عديدة، 14 أو 16 اختصاص علمي، هو عبارة عن معرض من إنجاز الأطفال، اللوحات الإشارية على الأطفال، اللوحات اللي تأتي وراءه من خلال تعريف العلم، تعريف الاختصاص، مجموعة التجارب اللي تتعلق بالاختصاص كذا، في منشورات وراءه
نرسل الصور من بعد في الصفحه او حتى معك باش تشوف المعرض معناه كيفاش يكون. والطاوله امامه على اساس انه عارض صغير، عالم صغير، ويقدم مجموعه التجارب التي تتعلق بالموضوع الذي تحدث عنه. الطبيب نجد السماعة ونجد بعض الحقن، وتجد الأطفال بيناتهم يلعبوا لعبة الطبيب والمريض، وحديث قوي، وصفات طبية مكتوب فيها المركز العلمي ومكتوب فيها الطبيبة نريمان وكذا اللتان شاركتا في المعرض، وتكتب الوصفة والطبيبة وكذا. هذه الأدوار التي تلعب في سن معين في المجال، ما تغرس الثقافة، تغرس التحفيز أيضا، تغرس التحفيز حتى إذا لم يصل إلى طبيب يصل إلى أقل منه بقليل، ولكنه دافع قوي والدافع موجود في الحياة. سيد روينا، رسالة أخيرة لشبابنا. وش نقول لنا؟ الوطن هذا، خلينا نقول هذا الوطن غالي، والوطن لا يكفي أن نتغنى به من خلال كلمات وشعارات، يجب أن نشتغل، نجتهد ونجتهد، ولا شيء يغير من الواقع ومن الجزائر سوى الشغل والشغل الجد والإخلاص في الشغل. ولا أقول سوى هذا، والذي يريد نجاحا في غير الشغل وفي غير الإخلاص في الشغل لن يجده. هذه حتى مع الله صحيح. نقول إذا كان لم يكن للوطن فليكن لله. شكرا جزيلا لك سيد عبد المطلب روينا، مدير مركز تطوير الأنشطة العلمية، على كرم الحضور وعلى كل هذه التوضيحات. شكرا. وموفقون في مهامكم النادرة. ربي يحفظك. شكرا. مشاهدينا الأفاضل، الآن إلى صوت المواطن حول الانتخابات التشريعية المقبلة. هناك كثير من الشباب ولا من المواطن يحط الامل الكبير في هذا الشباب انه يتقدم ويكون عنده صوته يعني مسموع. تطلعات الشعب والمواطن التجورتي هو التمثيل بجلب المشاريع والاستثمارات والرقي الى ولايه تضاهي الولايات الكبرى. يعني ماذا بين البرلمانيين اللي يطلعوا يراقبوا فعليا يعني عمل الحكومه ويقفوا على تجسيد هذه القوانين يعني في إعمار جنوب الولايات العشر هذه المستحدثة. إن شاء الله المترشحين وسكان المنطقة على الإقبال بكثرة، وطبعا وهذا لاختيار ممثليهم بكل شفافية. الجزائر الجديدة إن شاء الله تجسد على أرض الواقع، انطلاقا من مدينة جانت، من ولاية جانت إلى أقصى نقطة في الجزائر، ويشعر بها المواطن الجزائري. بصمة جديدة بالنسبة للجزائر الجديدة، واللي نتمناه أن يعني المواطن يحط البصمة نتاعه في المستقبل. واليوم يعني الحاجة اللي تفرح أكثر أن الناس اللي دخلت في التنافس هذا أكثريتهم شباب، حملت شهادات عليا، يعني هذا الشيء فرح كثير، والناس كل تفائل خير، وخاصة في القوائم هادو اللي راهم جدد دروك اللي جاوا جدد، قوائم الحرة هادو وقوائم تاع الأحزاب هادو جدد، ما شاء الله يكون عندنا حاجة ملموسة من الانتخابات هذه، واللي هي الشباب هادو اللي راه إن شاء الله ننتخبوا عليهم ويطلعوا ويروحوا لنا يمثلونا لها في العاصمة، وإن شاء الله كما يقولوا نديروا حاجه مليحه لولايتنا ويعطونا حفزه يعني باش تنوض التنميه هنا. إذن في ذات السياق نقف اليوم مشاهدينا الأفاضل عند ملامح المشاركة السياسية للمرأة في التشريعيات المقبلة. إثراء لهذه النقطة ينضم إلي عبر الهاتف الدكتور عادل ذبيح، أستاذ في القانون العام من جامعة تمثيلة. دكتور ذبيح صباح الخير، شكرا لك على تلبية الدعوة. شكرا، صباح الخير والسلام عليكم. اهلا بك. بدايه دكتور دبيح، ما المقصود بالمشاركه السياسيه للمراه في المجالس المنتخبه لا سيما فيما يتعلق بالمجلس الشعبي الوطني؟ شكرا. اذا بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبه للمشاركه السياسيه ترتبط بمفهوم الديمقراطيه في الدول التي تؤمن بان الشعب هو مصدر كل سلطه، لذلك تعمل على توسيع مشاركه المواطنين في اختيار الحكام وتشكيل مجالس المنتخبه بدون تمييز بين الرجال والنساء، لا سيما من خلال دعم مشاركة المرأة في ومساهمتها في تولي الشؤون العامة والشؤون السياسية في الدولة من خلال الترشح والانتخاب والعضوية في منظمات المجتمع المدني بمختلف صورها. هذا باختصار فيما يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة، أي تدعيم تواجدها ومشاركتها في إدارة الشؤون العام وتولي الشؤون العامة في الدولة من خلال عدة آليات، من خلال الترشح والانتخاب والعضوية في منظمات
المجتمع المدني، ويترادف مع مصطلح المشاركة السياسية للمرأة ما يسمى التمكين السياسي للمرأة في مراكز اتخاذ القرار، وكذلك مصطلح ما يسمى مقاربة النوع الاجتماعي أو الجندر، على أساس أن المشرعين والمؤسسين الدستوريين في كافة الأنظمة المقارنة تعمل على وضع آليات تسمح بتحسين تمثيل المرأة عن طريق ما يسمى عدة آليات، من بينها نظام الحصص أو الكوطة الذي تبعه المؤسس الدستوري الجزائري. دكتور دبيح، هل أتى في الاستماع؟ دكتور دبيح، ما هي المستجدات التي جاء بها القانون الانتخابي الجديد إذا قارناه بالوضع السابق؟ شكرا. قبل ذلك يجدر الإشارة أن المشاركة السياسية للمرأة يعني شهدت اهتمام دولي كبير، لا سيما في المواثيق الدولية، بداية الولايات المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحوا اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مرورا باتفاقية حقوق سياسية المرأة، وأهم اتفاقية تدعم الحقوق السياسية للمرأة ما يسمى اتفاقية سيداو التي صادقت عليها الجزائر. كذلك مسألة الحقوق السياسية للمرأة ومساواتها مع الرجل شهدت يعني تطبيقا كبيرا في الدساتير الجزائرية منذ الاستقلال، وتجدر إشارة إلى التطور الدستوري الذي شهده الدستور في سنة 2008 عن طريق المادة 31 التي استحدثت ما يسمى نظام الكوطا من خلال آليات تسمح بتوسيع تمثيل المرأة في مجالس المنتخبة، وبناء عليه صدر القانون الشهير القانون العضوي 12/03 المتعلق بتوسيع حضور تمثيل المرأة في مجالس المنتخبة عن طريق نظام الكوطة الذي شهد أول تطبيق في الانتخابات التشريعية 2012 ثم 2016، الأمر الذي يعني انعكس على تمثيلية المرأة في مجالس المنتخبة، وشهدنا ارتفاعا كبيرا لتمثيل المرأة في مجالس المنتخبة، لا سيما شهدنا وجود 120 مرأة منتخبة في الانتخابات الشرعية 2017، وكذلك أكثر من 10 نساء عضوات في مجلس الأمة. نعم. لأنه هذا التمثيل في تمثيل عددي رقمي. ثم في التعديل الأخير تقرير الانتخابات بموجب الأمر 21 الأخير 01 شهدت يعني مجموعة من المستجدات المتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة، لا سيما تعزيز مسألة التناصف في الترشيح في القوائم سواء بالنسبة للأحزاب أو القوائم الحرة، أن تكون القائمة تتضمن نصفها على الأقل من النساء ونصف آخر من الرجال، وهذا يعني تجديد ومغاير لنظام الكوطة الذي كان يفترض أن المرأة تكون عندها حصة معينة ونسبة معينة في المجلس المنتخب، هذا يختلف عنه تماما. نعم دكتور دبيح، يعني كيف تستقرئون يعني في الأخير مستقبل وضع المشاركة السياسية للمرأة عموما، ما هي العوائق وما هي التحديات؟ شكرا. يعني من خلال هذه التعديل الاخير لقانون الانتخابات والمستجدات التي جاء بها لا سيما فتح المجال لمشاركه الشباب الجامعي، وكذلك التناصف في الترشيح بالنسبه للرجال والنساء، يعني نستبشر خيرا ببروز كفاءات نسويه شابه في الترشح، لعلها يعني تقنع الهيئه الناخبه بالتصويت عليها وتمثيلها في المجالس المنتخبه، الا ان الواقع يشير الى ان هناك الكثير من النقائص والسلبيات التي تعيق مشاركة المرأة في المشاركة السياسية للمرأة، لا سيما ضعف ولا نقص ثقافة سياسية للمرأة وقلة وعي سياسي نوعا ما، غياب المبادرة النسائية للمشاركة في الحياة السياسية، وكذلك غياب نوع من الدعم الأسري نظرا للبيئة الرجولية نوعا ما للمجتمع في بعض المناطق ولدى بعض الفئات، وكذلك بعض العادات والتقاليد التي يعني تمنع المشاركة السياسية للمرأة. لذلك من أجل يعني تخفيف من هذه العوائق والنقائص، يعني يجب تفعيل وتوعية مشاركة المرأة في مجالس المنتخبة عن طريق الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وغيرها، وكذلك سن قوانين يعني موضوعية وعن طريق الدستور، وكذلك قوانين الانتخابات والأحزاب التي تدعم مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة والمشاركة السياسية بصفة عامة. دكتور دبيح، ما هي آفاق هذه المشاركة يعني؟ آفاق المشاركة نستبشر خيرا على كل حال، لأن القانون الجديد تاع قانون الانتخابات غير نظام، على عكس نظام الكوطة، نظام الكوطة كان يعني يفرض وجود المرأة حتما في المجلس المنتخب بنسبة معينة تتراوح بين 30 إلى 50، إلا أن قانون الانتخابات الجديد اشترط التناصف في القائمة الانتخابية فقط ولم يضمن نسبة معينة في مجلس المنتخب، يعني مسألة متروكة إلى وعي الناخب، وكذلك مدى وجود كفاءات نسبية القوائم الانتخابية. أشكرك جزيلا دكتور عادل دبيح، أستاذ في القانون العام من جامعة المسيلة، على هذه المداخلة القيمة. مشاهدينا الأفاضل، الآن إلى استوديو الأخبار وموجز بأهم الأنباء من هناك.
تمام وتسعة، موجز لأهم الأخبار، أهلا بكم. بداية، احتضنت أوبرا الجزائر بوعلام بالسايح أمس فعاليات إحياء الذكرى الأولى لليوم الوطني للكشافة بحضور مستشاري رئيس الجمهورية إلى جانب القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية، الذي أشاد بقرار رئيس الجمهورية إقرار 27 من شهر ماي يوما وطنيا للكشافة الإسلامية. الحفل كان فضاء لعرض لوحات واستعراضات فنية تنبض بالوطنية وروح التلاحم عبر كل الأجيال، كما تخللته تكريمات ولأحسن بحوث تاريخية وأحسن الأعمال السمعية البصرية. وبخصوص تشريعيات 12 جوان المقبل، تدخل الحملة الانتخابية يومها التاسع، إذ يسعى المشاركون من خلال تنظيم تجمعات شعبية ولقاءات جوارية مكثفة لاستمالة الناخبين وتحسيسهم بأهمية المشاركة في هذا الموعد الانتخابي الهام. وفي تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، سجلت 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثمان وفيات، فيما تمثل لشفاء 179 مريضا خلال 24 ساعة الماضية حسب بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. دوليا، أكد المبعوث الأممي للشرق الأوسط أن الحل السياسي والمفاوضات هي الخيار الوحيد لحل الصراع وإنهاء الاحتلال وجعل حل الدولتين قابلا للتنفيذ. بالموازاة مع ذلك، أطلقت خطة أممية طارئة بقيمة 95 مليون دولار لدعم المتضررين من التصعيد الأخير في غزة والضفة الغربية، فيما صوت مجلس حقوق الإنسان على تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن العدوان الإسرائيلي الجائر على الفلسطينيين وكافة الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي ليبيا، جددت الأمم المتحدة أمس التأكيد على مواصلة دعم العملية السياسية في ليبيا وصولا لإجراء الاستحقاق الانتخابي، وأكد يانكوبيتش المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا في ختام الجلسة الافتراضية لملتقى الحوار السياسي الليبي، أكد أنه سيتم عقد اجتماعات مباشرة للملتقى خلال 3 أسابيع المقبلة لكي يواصل دوره المتجسد في الإشراف على إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل. أعيد انتخاب بشار الأسد رئيسا لسوريا خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت أول أمس الأربعاء بسوريا، وقد فاز الأسد بحصوله على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين بنسبة تجاوزت 95%، وتنافس في هذه الانتخابات التي تعد ثانية منذ اندلاع الأزمة السورية قبل أكثر من 10 سنوات، إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الدولة السابق عبد الله سلوم عبد الله والمحامي محمود مرعي من معارضة الداخل. نهاية الموجز، في أمان الله. جديد الترحاب بكم مشاهدينا الافاضل في الساعه الثانيه من برنامج هذا الصباح، التي نستهلها بالحديث عن واحده من اهم المنظمات الوطنيه في المجال الخيري والانساني في الجزائر وحتى خارجها، لا سيما من خلال حملات كبيره لمسانده الشعب الفلسطيني وقوافل تضامنيه من الجزائر الى غزه المحاصره. التفاصيل مع ضيف ركن جمعيات بعد الفاصل.
أرحب وإياكم مشاهدينا الأفاضل بالسيد بوزيد شناف رئيس جمعية الأيادي البيضاء الجزائرية. سيد بوزيد شناف صباح الخير، شكرا لك على تلبية الدعوة. صباح الخير وسعيد جدا بتواجدي معكم في هذه الصبيحة في البلاطو. شكرا لك. أهلا وسهلا بك سيد بوزيد. نبدأ معك حول كيفية تأسيس أو متى تأسست هذه الجمعية، جمعية الأيادي البيضاء الجزائرية، ما هو مستوى تمثيلها وما هي أبرز أهدافها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أجيب على سؤالك أقدم التحية لكل الكشافة بمناسبة اليوم الوطني للكشاف اللي يصادف يوم الأمس. بالنسبة لجمعية الأيادي البيضاء الجزائرية هي جمعية وطنية خيرية إنسانية معتمدة ولها كثير من الأهداف، ألخصها في 5 أهداف على السريع. النقطة الأولى هي قضية تخص الشباب. لاحظنا أختي الفاضلة بأن الشباب الجزائري شباب مبدع، شباب له طاقات له إمكانات، ولكن هذه الإمكانات غير مستغلة. فأردنا من خلال العمل الجمعية وأحد أهدافه هو عملية استقطاب ودمج هؤلاء الشباب العوض أنه يبقى في الشوارع وفي الفراغ، أنه يستغل هذه الطاقة في عمل خيري، في عمل إنساني يكون خير له من باب الأجر والثواب وخير كذلك لوطنه. الوطن يريد هؤلاء الشباب يكونوا مبدعين. الأمر الآخر، أحد الأهداف هي دعم يعني الأيتام والفقراء والأرامل سواء هنا في الجزائر أو في مناطق أخرى كما سوف نأتي على ذلك. النقطة الثالثة وهي مساندة الشعبين، وهذه مذكورة حتى في قانوننا الأساسي، مساندة الشعبين الصحراوي والشعب الفلسطيني. وكذلك أحد النقاط المهمة عندنا هي قضية التكوين، لأن العمل الآن ذهب من التطوع إلى التكوين. لابد من تكوين هؤلاء الشباب والعاملين من أجل أن يكون العمل شفاف ويكون العمل راقي ويكون عمل ذا جدوى في الميدان. والحمد لله يعني احنا منذ تأسيس هذه الجمعية بدأت تكبر بوتيرة يعني متسارعة، موجودين في أغلب ولاية الوطن، عندنا لجان متخصصة، لعلمكم عندنا لجنة إعلامية قوية جدا، عندنا لجنة للطلبة قوية جدا، عندنا لجنة للمرأة يعني كذلك قوية جدا. وبكل صراحة وبكل صدق، القلب النابض لجمعيتنا هو العمل النسوي. عندنا يعني أخوات يعني ما شاء الله في هذا العمل، والمرأة يعني بتجربة دائما لما تكلف تبدع وتعمل وتشتغل بشكل كبير. وأملنا في الله سبحانه وتعالى أن يكون القادم أفضل والقادم أحسن. إحنا شعارنا الكبير سعدك يا فعل الخير. نعم سيد بوزيد، كما تفضلت في الشق الداخلي يعني داخل الوطن كانت لجمعية الأيادي البيضاء الجزائرية بصمة قوية. صحيح. حدثنا قليلا عن ذلك. والله يعني أحكيك مثلا على جائحة الكورونا التي أثرت ليس فقط على الجزائر ولكن على كل العالم بفضل الله عز وجل، ثم بفضل المحسنين وما أكثرهم في هذه الجزائر العظيمة، هذه الجزائر الكبيرة، لشعب الجزائر شعب كريم وشعب معطاء وشعب يؤثر على نفسه. فكانت لنا حملات متعددة ولكن كلها مقرونة بوباء الكورونا. فنقول مثلا كانت عندنا حملة ضخمة جدا جدا سميناها معا ضد جائحة الكورونا، بدأناها وقد أشرف عليها المكتب الوطني، يعني أنا كرئيس المكتب الوطني معي أعضاء المكتب الوطني، بدأناها من تيارت إلى تيسمسيلت، وذهبنا إلى قسنطينة، إلى بسكرة، إلى ولد جلال، إلى تقورت، إلى المغير، إلى الوادي، إلى تبسة، وضو يعني كانت لنا حملة. هذه الحملات أختي الفاضلة يعني فيها نوعية، فيها أجهزة طبية، مستلزمات طبية، أمور اللي تخص الأطباء، لكومبينيزون هذه تاع الأطباء، يعني أشياء رائعة. وهذه الحملات تنقسم إلى قسمين، قسم مادي وهو تقديم هذه المساعدات الطبية، وقسم آخر في غاية الأهمية هو الجزء النفسي للأطباء. لأن أختي الفاضلة التقينا في زيارتنا للمستشفيات أن هناك بعض الأطباء وبعض الطبيبات وخاصة الإمرأة لما تكون أم لم ترجع إلى بيتها لمدة أكثر من 60 يوم، وهذا أمر يعني حساس جدا، وجدنا من نفسيتهم متعبة خاصة من بعض الهجومات الغير مسؤولة عن طرف الوسائط الاجتماعي. فكانت لنا جلسات
لرفع الهمم، لان الطبيب هذا يعني ومن احياه فكانما احيا الناس جميعا. نعم. فرفعنا لهم المعنويات وكانت يعني حملات جيده. في نفس السياق في الدخول الاجتماعي كانت لنا حمله كذلك ضخمه سميناها معا ضد جائحة كورونا في المؤسسة التربوية. نذهب إلى المؤسسة التربوية وهي فيها شقين، شق توعوي للطلبة وغيرهم، وشق آخر مادي للكمامات وحتى يعني تفريج بعض الكروبات، شراء الأحذية، الألبسة، نجري عمليات. نروحوا للمدير المدرسة قال أعطيني حالتك الخاصة اللي عندك، قال عندي حالة كذا كذا كذا، ونحن نجتهد أن نتكفل، وكانت لها بصمة يعني ممتازة. في مثلا في زلزال ميلا كانت لنا بصمة يعني مميزة والحمد لله رب العالمين. ألخصها حتى يعني نربح الوقت في ثلاث حملات كبيرة. الحملة الأولى حملة لمستشفى ميلا، دينا أجهزة ومستلزمات طبية وخير كبير ديناه معنا وكله موجود في الصفحة نتاعنا. الأمر الآخر كانت لنا وجبات ساخنة للمتضررين يعني بمعدل 1500 وجبة ساخنة يوميا. نعم. الحمد لله رب العالمين. والشيء المهم اتصلنا بالمتضررين يعني قلنا لهم أنتم ما هي أولوياتكم؟ ماذا تريدون من جمعية الأيادي البيضاء؟ فقيل لنا جيبوا لنا لي غلاسيير، هذوك كاين نوعين، كاين تاع الماء وكاين تاع الطعام. فبفضل الله عز وجل ثم بفضل المحسنين الذين يدعمون هذه الجمعيه وفرنا لي غلاسيير هذه او حافظه الماء والطعام والجماعه اللي عندهم مرض السكري لكل الخيام التي زرناها. الحمد لله. فقس على ذلك حملات العيد، ومثلا في هذا رمضان السابق كانت حملات لتوزيع السلال الغذائيه في اغلب ولايات الوطن، والكسوه العيد، ويعني كانت لنا اعمال متنوعه. والحمد لله نجد ان الشعب الجزائري شعب المعروف بالتويزه ويعرف بالتكافل الاجتماعي. الشعب الجزائري بالملخص اختي الفاضله شعب عظيم، شعب ولن تجد. نعم. انا زرت كثير من الدول، مستحيل يجد هناك شعب بكرم وبأنفة الشعب الجزائري. فاقولها كما دائما اقولها، الحمد لله انني جزائري. وهذا فضل من الله الحمد لله، يزيد يعني ان نشعر بالاخرين، ان يؤثر الشعب الجزائري او مواطنون انفسهم على الاخرين، فهذا شيء متاصل في ثقافتنا وفي هويتنا الجزائريه. سيد بوزيد، هذا عن الداخل، لنعرج قليلا عن الوضع في فلسطين. يعني كيف تعاطيتم مع الوضع هناك حتى قبل العدوان الهمجي الاخير؟ صحيح، انا يعني اذن يفتح قوس يعني على السريع. الآن الجمعيات أو بقول المجتمع المدني أصبحت له بصمة من خلال الموقف الجديد في الدولة الجزائرية، وأخص بالذكر السيد رئيس الجمهورية الذي أعطى أولوية كبيرة للجمعيات، وهذا يعطي دفع حتى لنا احنا كجمعيات نحس بأن رأس الهرم اللي هو السيد رئيس الجمهورية جزاه الله خيرا مهتم بهذا العمل. ولذلك لما نعمل في أريحية نحس بأن دولتنا مهتمة بهذا المجال، ولذلك لم نجد أي إشكالات في التعامل مع الناس أو في أعمالنا أو في حملاتنا. بالنسبة لفلسطين، فلسطين أختي الفاضلة، الشيء المعروف بأن لا يوجد هناك شعب جزائري، الشعب في العالم، نعم، يتعاطف مع القضية الفلسطينية مثل الشعب الجزائري. والسبب بسيط جدا، أننا عشنا نفس مرارة الاحتلال وعشنا نفس المأساة، وبالتالي لا يوجد هناك شعب يعني يحس بتلك المرارة مثل الشعب الجزائري. هل أختي الفاضلة سمعتي في العالم هذا، وهذا نقول الإخوة والأخوات اللي راهم يتفرجوا فينا الآن، هل هناك شعب في العالم يفرح بين قوسين لإنهزام الفريق الوطني تاعو؟ هل هناك دولة هذه لا تحتين في الجزائر؟ لماذا لما يكون المنتصر هو الفريق الفلسطيني؟ وهذه دلالة لا يفهمها إلا الشعب الجزائري. فلسطين تعاني من حصار لمدة 15 سنة، حصار من كل جوانبه. وبالمناسبة أنا دخلت غزة كثير من المرات، وأمثل حتى أنا نائب رئيس اللجنة الدولية لكسر حصار عن غزة، وكانت لنا حملات كثيرة ومتعددة ونحن شهود عيان للوضع. الأفق متعب، البطالة، مشكل المياه، مشكل الأمن الغذائي، البنية التحتية وهو غير ذلك. ويضاف إلى ذلك العدوان الصهيوني المتكرر، يعني المدة الأخيرة أربع
أربع حروب متتالية. بالمناسبة هذه ليست هذه الحرب ولكن الحرب التي قبلها، أنا كنت في 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 غزة وكنت شاهد عيان على مرارة التدمير، خاصة الحرب الأخيرة أختي الفاضلة هي تختلف تماما على الحروب السابقة، فيها حرب استهدفت الإنسان، استهدفت البراءة، استهدفت الأطفال، استهدفت النساء، استهدفت البنية التحتية. الآن أقول لك أختي الفاضلة هناك أكثر من 800 ألف غزاوي يجدون إشكال حتى في الحصول على الماء الشرب اللي هو أحد أساسيات الحياة. هناك أكثر من 1500 بيت مهدم. هؤلاء الناس أين يبيتون؟ يبيتون الآن في في في, في العراء. هناك إشكالات طبية، وربما نتكلم الآن على بعض ماذا قدمنا هناك في غزة، ولكن أريد أن أستبق العمل. نحن منذ 3 أيام 4 أيام جمعيتنا جمعية الأيدي البيضاء الجزائرية وباسم العلم الجزائري وباسم الجزائريين وباسم الشعب الجزائري كانت لنا حملة ما شاء الله في أكبر مستشفى لمستشفى الشفاء من أجل تقديم مساعدة طبية للمرضى وكذلك للطواقم الطبية. الخلاصة أختي الفاضلة، غزة تحتاج إلى 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 الجزائر، غزة تحتاج إلى أحرار العالم، غزة تحتاج إلى، ليس لا نقول التعاطف لأن التعاطف نحن كمسلمين وكجزائريين نتكلم عن التعاطف وغذلك نراه واجبا، نراه واجب النصرة لا لشيء إلا لأن الجزائر كما قالها السيد الرئيس لما يعني حتى لما في الحملة الانتخابية السيد الرئيس عبد المجيد تبون قال بأن فلسطين والقضية الفلسطينية خط أحمر، وحتى لما أصبح رئيس نحن نعتز أن رئيسنا ونعتز بأن رأس الهرم في الجزائر يقول بأن إذا طبع المطبعون ولا أدري كيف، لكن الجزائر تبقى في منأى عن ذلك لا لشيء إلا لأن الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، وهي قضية مركزية كما ذكرت وذكر السيد الرئيس يعني بالنسبة لنا كشعب وقيادة. صحيح. سيد بوزيد، أولوياتكم الآن يعني هناك قافلة تستعد للذهاب، ما هي محتوياتها وما الذي يعوق تقدمها؟ أختي الفاضلة لو تسمحي لي تعطيني يعني شيء من الوقت أرجع إلى أهم أعمالنا في في غزة حتى يكون المشاهد على علبين. نحن جمعية الأيدي البيضاء لعلمكم ولعلم المشاهد أنه عندنا مركز طبي جزائري في منطقة الشجاعية يعمل بالمجان في 23 موظف من الأطباء والممرضين ويقوم العمل 7 أيام في اليوم 24 ساعة في اليوم. عندنا بفضل الله عز وجل 24 بئر باسم الجزائر، 24 فراش. عندنا مركزين لتحلية الماء وعندنا أعمال لا تكاد تقف. فقط أحكي لك يعني في رمضان يعني حتى نحصل رمضان بفضل الله عز وجل ثم بفضل الشعب الجزائري الكريم كانت لنا 4 حملات ضخمة في كل غزة لتوزيع السلال الغذائية، يعني خير الشعب الجزائري وصل إلى كل العائلات في 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 غزة. كانت لنا حملة في يوم الاثنين يعني يعني غير كنت فكرها اعتذر يعني ممكن لساني تتأثر فيه. كانت لنا حملة لكسوة الأطفال كانت يوم الاثنين مساء كان هناك القصف وأعلم من خلال التلفزيون الجزائري أنه من بين الأطفال الذين كسوناهم هناك 10 استشهدوا رحمهم الله واستشهدوا وهم يلبسون اللباس الجزائري. وتعلمين أختي الفاضلة وأعتذر يعني أن الشهيد يكفن في لباسه، يعني هؤلاء الأطفال هؤلاء 10 شهداء الأطفال نسموهم احنا بالمصطلح الجزائري هذو الملائكه سيلقون الله عز وجل وهم يلبسون الكسوه تاع الشعب الجزائري لعلها تشفع للشعب الجزائري. اما في باحات المسجد الاقصى المبارك فبفضل الله عز وجل كنت عندنا حمله كذلك ضخمه وهي مفخره للجزائر بتوزيع سلال غذائيه على الاسر المقدسيه، وبفضل الله عز وجل كانت لنا حملتين في باحات المسجد الأقصى المبارك في 10 الأواخر. نعم. وهذا خير كبير والصور موجودة عندنا. بالنسبة للخارج الوطن كذلك عندنا حملات في إفريقيا باسم الجزائر، وكانت لنا حملات في بورما باسم الجزائر وفي مخيمة فلسطين في لبنان. فهذه هي الجزائر أختي الفاضلة، هذه الجزائر التي يفترض أننا نفتخر ونعتز، ترفع راسك وتقول أنا أنتمي لهذا الوطن الذي الكبير. أنا أعذرني كذلك أختي الفاضلة لما لو أقول لك مثلا هذا القلم، أقول لك أختي الفاضلة هذا القلم نعطيه لواحد ونقول له خلي لي أمانة عندك، ويذهب هذا الإنسان ويروح يبيع هذا القلم، ماذا نسمي هذا العمل؟ هذا العمل نسميه خيانة لأنك خنت الأمانة.
إذا كان يا إخواننا ويا أختي الفاضلة قلم تسمى خيانة، فما بالك بالجزائر بتاريخها وبجغرافيتها؟ فخيانة من يخون هذه 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 الجزائر اللي هي 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 السند الحقيقي لكل أحرار العالم، سواء لفلسطين أو الصحراء الغربية أو كل أحرار العالم. نحن أولوياتنا أن نكون لإخواننا، ونحن في المكتب الوطني لجمعية الأيادي البيضاء الجزائرية لخصنا الأولويات في 4 أولويات كبرى. نعم. هناك أولوية خامسة بكل واقعية وبكل موضوعية ليست من اختصاصنا، وهي قضية إعادة الإعمار. فنحن لا نستطيع أن نعد بشيء لا نستطيع أن نقوم به. فالأولويات هي الأمور الحياتية الاستعجالية والسلال الغذائية وغيرها. نحن أختي الفاضلة كما تكلمت، ويعني معذرة على الإطالة، قضية القافلة نحن عندنا نية إن شاء الله تكون عندنا قافلة فيها شقين. نعم. شق إغاثي. نعم. يعني سلال غذائية والأفرشة والخيام وغير ذلك، وشق طبي، لأن إخواننا يحتاجوا إلى الشق الطبي. ونحن نفخر أنه عندنا لجنة طبية فيها كثير من الأطباء في كل الاختصاصات، وتواصلنا مع أولي الأمر عندنا في الجزائر، أخص بالذكر وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، ونرجو منكم ومن خلالكم أن تصلهم هذه الرسالة، وتكون إن شاء الله الرد إيجابي لنرفع العلم الجزائري عاليا مرفرفا في أرض غزة قريبا، وأرجو أن يكون ذلك قريبا إن شاء الله. والعلم الجزائري حاضر دائما، وهذا ليس سرا سيد بوزيد، يعني نحن معهم في كل الظروف. دعنا نتحدث قليلا عن سبل تفعيل التضامن مع الأشقاء في غزة، الجزائريون حاضرون دائما، ولكن كيف تسعون إلى زيادة الخير خيرين كما نقول؟ هي الحقيقة هناك انسجام كبير بين الشعب الفلسطيني والشعب الجزائري، وهذا ليس سرا، العالم كله يقول ما هو السر فيما بينكم. يعني بالمناسبة أنا هنا أتقدم بالشكر الجزيل والعميق للسيد وزير الخارجية الذي رفع رأسنا عاليا من خلال التدخل في الأمم المتحدة، وإن كان يتكلم باسم الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي، ولكن هو جزائري، فاتصل بي بعض من معارف يقول يا ليتنا كنا جزائريين. يعني يكون هناك هذا الانسجام بين النظام الجزائري او السلطه الجزائريه وبين الشعب. نحن نجتهد وندق الابواب صباح مساء لكي نكون بلسما، وكما يقول النبي عليه الصلاه والسلام طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلقا للشر. هذا في عموم الناس، فما بالك اذا كانت في ارض الاسراء والمعراج. نعم. في ارض فلسطين التي اختي الفاضله لك ولي ولكل الشعب الجزائري فيها تركه، هو باب المغاربه، وهي باب المغاربه للتسميه، ولكن هي باب الجزائريين، هو بابنا، هي ارثنا، هي ارثك اختي وارث الاخ اللي يتفرج فينا. ونحن لسنا مستعدين أن نتنازل على إرثنا في القدس وفي المقدسات، وبإذن الله عز وجل نحن نجتهد أن نكون سندا وعونا لإخواننا ومنكم. وأتقدم لإخواننا أقول لجمعية الأيادي البيضاء تفتح ذراعيها للجميع، لكل من يريد أن يعمل خير. لجمعية الأيادي البيضاء تفتح أبوابها، عندنا المقرنا الوطني هنا في بيرتوتا، عندنا مكاتب ولائية، عملنا معروف شفاف واضح، وإن شاء الله سبحانه وتعالى لن تجدوا منا إلا كل خير، فساعدك فعل الخير. سيد بوزيد، جمعية الأيادي البيضاء أيضا كانت ولا تزال لها بصمة قوية خارج الوطن، عدا إخواننا الفلسطينيين هناك أيضا إخواننا الصحراويين. صحيح. وبعض الشعوب المضطهدة أخرى في إفريقيا. صحيح. الحقيقة دعني أنا كرئيس لهذه الجمعية كانت لي أحكام مسبقة، وأقول لك بعض التصورات على الوضع في مخيمات الفلسطينيين، مخيمات الصحراويين في الصحراء الغربية. ولكن لما ذهبنا يعني رأيت الواقع، وأتينا نحن كمكتب وطني لهذه الجمعية وقررنا أن نكون سندا لإخواننا في المخيمات الفلسطينيين. لماذا؟ لأن نحن نعتقد بأن ما زال هناك احتلالين في هذا العالم. نعم. ما زال احتلال على فلسطين محتلة، وما زال إخواننا في الصحراء الغربية كذلك محتل. نحن بفضل الله عز وجل وبالتنسيق مع مؤسسة الأخوة الجزائرية الصحراوية اللي نقدم لهم التحية من خلالكم، كانت لنا قافلة ضخمة جدا فيها أكثر من 20 شاحنة مقطورة، يعني سوميري مورك، فيها كل المواد يعني المنوعة، عشرات الأطنان بفضل الله عز وجل. وأخذنا معنا شاحنة من الأدوية، وأخذنا معنا وفد طبي، وكانت لحملتنا وكذلك وفد إعلامي فيه يعني ناس متخصصين في مجال الإعلام، وكانت لها بصمة قوية
في المخيمات كانت لنا كذلك على الهامش حملات لإعانات لذوي الاحتياجات خاصة. كان بعض الحالات زرناهم وعطينا مكرمة من الشعب الجزائري. كانت لنا كذلك حملة للأيتام في مخيمات الصحراويين، وكانت لنا حملة لتوزيع هذا الخير تاع الشعب الجزائري على إخوانهم الصحراويين اللي استقبلونا واحد الاستقبال يعني كبير. ولا غرابة، فهذا هو الأصل بين الأشقاء، فالشعب الجزائري والشعب الصحراوي شعباني شقيقان. وإن شاء الله نفرح باستقلال إخواننا في الصحراء الغربية، وتكون هناك علاقات وتكون هناك رحلات حتى من مدارسنا إلى تلك البقاع اللي فيها واحد المناظر، هناك مناظر جيدة. وأعيد وأكرر بأن هذا هو الشعب الجزائري، وساعدك فعل الخير. ربما اللغة الفريدة سيد بوزيد التي لا تقيدها الجغرافيا بحدود هي اللغة الإنسانية، فما بالك إذا كانت بالنسبة مع إخواننا الفلسطينيين أو إخواننا الصحراويين. دعنا نتحدث الآن، لكم أيضا مبادرات في بورما. صحيح. نحن كذلك كانت لنا حملة مثلا في هذا رمضان يعني حتى لا نتكلم على الشيء القديم، نتكلم على فقط الجديد. كانت لنا حملة في اليمن، وكانت لنا حملتين في إفريقيا، إفطارات جماعية ضخمة جدا يعني، وكانت لنا حملتين في الروهينجيا. وأنا زرت الروهينجيا كثير من المرات، وآخر قافلة كان معنا وفد حقوقي من أجل استنهاض الضمير العالمي لما يجي لإخواننا في الروهينجيا. وبفضل الله عز وجل ثم بفضل الشعب الجزائري، بفضل الجزائر، أن هذا الملف كان له تأثير حتى على محكمة لاهاي. وهذا العبد الضعيف قدموا لي دعوة من مجلس العموم البريطاني ومجلس العموم الاسكتلندي على أن أتكلم على هذا الملف اللي هي حقوق الإنسان في الروهينجيا. فهذا هو الشعب الجزائري، له بصمات في كل مكان، ولا غرابة، فهذا هو الشعب الجزائري الذي نفتخر به. ولما لما لما يكون هناك هذا الانسجام في الشعب الجزائري وهذه الرؤيه الواضحه، فان شاء الله ما يكون الا الخير. وهذا هو الشعب الجزائري الذي انا قبل ما اتيكم الى الاستوديو تاتيني الاتصالات وتاتينا يعني افتحكم قوس بسيط، هناك واحد من الناس يتصل بي على الخاص يقول لي يا شيخ، قل لي انا انسان قد روحي يعني، ويقول لي والله أنا عندي 100,000 يعني 1,000 دينار، فإنني نعطيها لك كما هي، يعني كل ما يملك هذه 1,000 دينار. وهي رسالة قوية جدا بالمناسبة، نعطيك تستر بها يتيم في غزة. فأصدقكم القول، أثرت في هذه الرسالة أكثر ما تتصور. فقول يعني سبحان الله، هذا هو الشعب الجزائري، حتى البسطاء في شعب نعم البسيط ينفق، وأهل الخير ينفقون. وهذه الشعب الجزائري التي أعيد وأكرر الإنسان يعتز أختي الفاضلة أنه ينتمي لهذه الدولة العظيمة. فأنا هذا العبد الضعيف، أنا ابن مجاهدة بالمناسبة، والدي المجاهد علي شناف رحمة الله عليه، ومن بلدي مجاهدة، بلدي الدوسن يعني بلدي مجاهدة، وأنا من هذه البلاد الكبيرة، بلد الجهاد والاستشهاد. فلا غرابة أن هذا الشعب الجزائري شعب عظيم وشعب معطاء ودائما في الميدان، وليس يعني قضية كلام، ولكن هو قضية ميدان. فالحمد لله رب العالمين. سيد بوزيد، من بين أهدافكم أيضا في هذه الجمعية هو التحسيس بأهمية الفعل الخيري. صحيح. والإنساني لدى فئات الشباب على وجه الخصوص. على ماذا ترتكزون في تجسيد هذا الهدف؟ أختي الفاضل، هذه نقطة، سؤال وجيه. نحن لاحظنا أن الشباب الجزائري لما يكلف، لما تعطى له الإمكانات يبدع. أنا كنت أتابع الأخ الذي كان قبلي هنا في الاستوديو، والإبداعات في قضية الروبو وهذه الأمور، هذا هو الشاب الجزائري. الساحة لا تقبل الفراغ أختي الفاضلة، فإما هذا الشباب يملأ فراغه بشيء نافع له ولأمته، وإما راح يروح لأشياء أخرى نحن في غنى عنها. نعم. والجزائر أختي الفاضلة في هذا الوقت المفصلي، والجزائر تحت العيون، الجزائر يا أختي الفاضلة تدفع فاتورة وقوفها مع القضايا العادلة في الأمة، وهذا ليس سرا. ولذلك نحن في جمعيتنا، جمعية الأيادي البيضاء الجزائرية، نريد لهذا الشاب، نقول تعال يا شباب، إيدك مع إيدي لكي نبني هذه البلاد اللي هي تركت الشهداء رحمة الله عليهم،
وبفضل الله عز وجل نحن عندنا لجنة خاصة بالشباب، نتصل بالشباب في الجامعات، في 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 الشوارع، في المنتديات، في كذا، ووجدنا استجابة كبيرة. يجد بأنه فعلا أنه يكون يعني إيجابي فعلا، يستطيع أن يقول يا شيخ أنا أستطيع، يقول نحو ولم لا، تعال معي، نروح، تروح معي التيسنسيل، هي تروح معي القسنطينة، هي تروح معي إلى ولد جلال، هي تروح معايا إلى الوادي، هي تروح كذا، وإبداعات كبيرة. عندنا بعض شباب، يعني اسمحي لي يعني نعطي مثالين فقط، يعني عندنا شباب في واد رهيو، ولاية غليزان، وولاية والرباح، ولاية الوادي، نعم، ومتابعين لجمعيتنا، شباب جامعي ويافع، لما وجدوا الاحتضان تاع الجمعية أبدعوا. فالشباب الرباح جزاهم الله خير، اللي نقدم لهم التحية، ديروا واحد القافلة أختي الفاضلة، قافلة نوعية، في أواخر رمضان راحوا إلى البدو الرحل على مسافة 400 كيلومتر من الوادي، وبرغم التعب والصيام ولكن رجعوا بنفسية رائعة جدا، وقالوا يا أستاذ نزيد نكملوا. ها هو الشباب الجزائري، الشباب يريد فقط من يأخذ بيده ويجد الثقة ويجد الشفافية. وتأكدوا بأن الشعب الجزائري والشباب الجزائري هو الذي فجر الثورة. صحيح، الشباب الجزائري هو الذي فجر الثورة المعجزة 54. فالذي فجر ثورة 54 يستطيع أن يفجر ثورة أخرى، ولكن في البناء والتشييد والمحافظة على الجزائر والعمل الخيري في 2021. نعم، ولابد يعني سيد بوزيد من تحميلهم المسؤولية وتعليمهم يعني كيفية إدارة الأزمات. هذا البلد بلدهم، مضطرون أن يتكفلوا به. أنا من خلال يعني هذه الحصة، أنا أوجه كلامي للشباب، نقول للشباب يا نشؤوا أنت رجاؤنا، وبك الصباح قد اقترب، خذ الحياة سلاحها وخذ الخطوبة ولا تهب، ولكن سلاح هذا المرة هو سلاح العلم وسلاح العمل وحب حب الوطن. الشباب الجزائري لابد أن كما نقول بالمصطلح تاعنا ينفض غبار على نفسه. صحيح، لابد أن يكون إنسان يكون مبادر، والدولة الجزائرية وفت له هوامش العمل. يا سيدي قال لك إلا تريد أن تنشئ جمعية مثلا بلدية تأخذها في يومين أو ثلاثة. صحيح، نحن تحصلنا على الجمعية الوطنية بسهولة وبسلاسة، والجمعية الولاية وغير ذلك. فالوقت وقت عمل واشتهاء، والله ما هو وقت شوارع ولا وقت، لا أدري، لا أريد أن ندخل في نعم، ولكن هذا وقت عمل. أترك بصمة، الشهيد ترك بصمة والمجاهد ترك بصمة. وأكيد أن أي إنسان، أختي الفاضل أنت، لو كنا نقول لك ولا الأخ اللي راه الكاميرا أو أي إنسان، كل واحد في عائلته عنده شهيد ومجاهد. هذا الشهيد ومجاهد ترك بصمة للوطن، فما هي بصمتك أنت لهذا الوطن؟ وهي رسالة مهمة لشبابنا اليوم. سيد بوزيد، في الأخير، هل لديكم تطلعات أو أهداف أخرى استراتيجية بالنسبة للمرحلة القادمة، إن على مستوى الداخل أو الخارج؟ نحن في جمعية الأيادي البيضاء عندنا يعني رؤية مستقبلية، أن نكون جمعية رائدة شفافة، حتى تكون هذه الجمعية قدوة لغيرها من الجمعيات، أو قدوة للشباب، حتى لما يشوف جمعية الأيادي البيضاء يقول هذا هو العمل الذي أريد. نحن نريد أن نكون يد للخير، سواء هنا في الجزائر. نريد أن نكون بلسم للقليل وللفقير ولليتيمة وللمطلقة وللأرملة. نريد أن يكون يد خير تمثل الشعب الجزائري، سواء في الصحراء الغربية أو في فلسطين أو في كل مكان يحتاج الشعب الجزائري. وأنا هنا كذلك أتقدم بالشكر الجزيل للسيد رئيس الجمهورية، الذي أعطانا هذه الأريحية في العمل، من خلال نقطتين. النقطة الأولى تشجيع للعمل الجمعوي الذي الآن نعمل به بأريحية تامة، وثقة، نعم. والأمر الثاني هو نقطة جوهرية لنا كجمعية، هي القضية الفلسطينية، بأنه قال بأن القضية الفلسطينية قضية جوهرية وقضية مركزية، وبالتالي نحن نعتز ونعمل بأريحية. الأمر الثاني الشكر لي كذلك للسيد وزير الصحة، الذي تبعنا منذ يومين، أنه قال بأننا سنقوم بعمل أو قافلة صحية بشكل من الأشكال لدعم صمود إخواننا في غزة. فنحن ندعم ذلك ونشجع على ذلك، ونقول هذا هو الجزائري كيف يكون، سواء السيد رئيس الجمهورية أو السادة الوزراء أو الجمعيات أو غيرها. هذا هو الذي نريد أن تكون الجزائر فعلا الجزائر التي أرادها الشهداء. فالحمد لله أن شاء الله راح يكون القادم أفضل والقادم يعني أسعد،
ولا يكون ذلك إلا بعمل جماعي. أعيد وأكرر وأقول بأن جمعية الأيادي البيضاء الجزائرية هي جمعيتكم أيها الشعب الجزائري. نفتح أبوابنا وقبل ذلك قلوبنا وأيادينا البيضاء التي يعرفها الجميع، وتستطيعون تدخلوا إلى صفحتنا فقط، أكتب جمعية الأيادي البيضاء الجزائرية وستجد كل المعلومات وتجد كل الإحصائيات. نحن في لقاءاتنا للمكتب الوطني اللي يجي يحضر يحضر، لم ليس لنا سرا يعني، يجي الناس يحضر معنا لقاءات المكتب الوطني، لنحس بأن هذه جمعية شبعية الشعب الجزائري، هي جمعية كل الشعب الجزائري، وإن شاء الله القادم أفضل والقادم أسعد، وسعدك فعل الخير. شكرا جزيلا لك سيد بوزيد شناف رئيس جمعية الأيادي البيضاء الجزائرية على كل مجهوداتكم النبيلة، على كرم الحضور وعلى كل هذه التوضيحات. أهلا وسهلا مشاهدينا الأفاضل، الزميل عبد النور بعوز ينقلنا إلى البويرة وصناعة الفخار هناك. لكل نوع من هذه الأواني زخرفة أو رسومات تحمل دلالات تعبر عن ثقافة أهالي المنطقة وحياتهم اليومية، زخرفة تفنن في رسمها حرفيو الفخارة، وهي آخر مرحلة من الإنجاز يقومون بها. لازم ما نخلوهاش تروح للمهنة هذه، لازم كما احنا لي زاتولي هكذا، لازم نفورمو لي جان، نسيو كيفاش نفورمو لي جان هكذا باش تريح لا رولاف، باش المهنه هذه ما تروحش، باسكو الا راحت المهنه هذه الهويه تاعنا، الثقافه تاعنا ما نخلوهاش تروح. من الاواني الفخاريه نجد تلك المخصصه للتزيين، وكذلك التي نستعملها في المطبخ كالصحون مثلا او الكؤوس، اما هذه فيكثر عليها الطلب خاصه في الاعراس. هو كذا سيرفيس الحني، هو كي الحني نتسلاثين نلفور وحي الكلاني، هو كثايا في ساعة ثلاثة عقايين، هو كذا فصين الحني خدم ديس الحني تسلاثين ثاكي تشحيح، هو كي الشوب السندي سامع ايوا مع الكاس. يمكن أن تتبادر إلى الأذهان تساؤلات عديدة حول القدرة الإنتاجية، فقد يقول الكثير أن لورشة بسيطة كهذه أن تساهم في دعم السوق المحلية والوطنية. توجهنا إلى معرض بيع المنتجات التقليدية، فأبهرنا هذا الكم الهائل من الأواني الفخارية المعروضة بأشكال وألوان وأحجام مختلفة، أوان تبرز مدى اهتمام الحرفيين بإحياء هذا الموروث التقليدي. الحرف التقليدية من المعالم السياحية المميزة في بلادنا. لنلقي نظرة الآن عن الوضع في ولاية بسكرة من خلال هذا الاتصال الهاتفي مع السيد يوسف سي العبدي مدير غرفة.
الصيد البحري، قراوا البيولوجيا، قراوا الملاحة، تقنيات الصيد، خياطة وترقيع الشباك، يقراوا لونجلي ماريتيم، يقراوا عدة مواد تتعلق بمهنة الصيد البحري. الحرفة هذه بسكيات أوراق تسمى كنخدموا فيها الأجداد منايا، هي حرفة مليحة فيها لاسيرونس كذا منايا اللي ماسورين الدولة تسمى فيها لانتريت وحرفة جيدة. ونظرا للمخاطر التي يمكن أن يواجهها البحارة والمتربصون لدى مزاولة نشاطهم تتم متابعتهم طبيا. البحارة ندير لهم لا فيزيت سيستيماتيك شاكاني بور لو فاكسيناسيون تاعهم اللي ما داروش ندير لهم، و بور لي ستاجير ندير لهم لا فاكسيناسيون تاعهم بلوس لا فيزيت ميديكال. المهم درنا فاكسان تاع تيتانوس، حاجة مليحة تكون دايرة هاد لي فاكسان وكاع سيرتو تيتانوس وكذا. وللتكوين في مجال الغوص وتعلم مهاراته، جمعية دلفين تهتم بكل المتربصين وتمنحهم فرصة التعرف على بعض الكائنات البحرية النادرة. احنا الاخر التكوين تاع الغوص البحري اللي نعرف معايا كاين اللي ينفعهم يبغيو يديروه كهوايه هوايه، وكاين اللي يحبوا يديروه من بعد يديروه عامل. اليوم نشوفوا لي فيرم اكواكول، الناس اللي تخدم في لي فيرم اكواكول اغلبيه هذه لي فيرم هذويا تخرجوا من هذا المقر اللي راكم تشوفوا فيه. يوميا نحاولوا نحافظوا على نجيبوا يعني عينات تاع الاسماك ولا الكائنات البحريه المتواجده يعني في السواحل تاعنا، نجيبوها ونحطوها ونحاولوا نعرفوها الاسم تاعها وكيفاش عايشه وين عايشه، عينات يعني حتى باش نقربوها للمواطن البسيط او البحريه اللي يكونوا هنايا. ماشي بين ليلة ونهار قدرنا باش نديروا متحف كيما هكذا. يبقى الصيد البحري بكل ما تعلق به من نشاطات مهنة لها تاريخ بمدينة دلس العريقة. بإذا مشاهدينا الأفاضل وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح، شكرا جزيلا لكم على كرم الوفاء وطيب المتابعة. جمعة مباركة للجميع وإلى اللقاء.